بسم الله الرحمن الرحيم. الله 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 الله. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق. الله. وقال فرعون ذروني يقتل موسى وليدعو ربه. ايه يابا؟ ايه يا حاج؟ انت كنتش هتقولها؟ قول لي انت كنتش هتقولها عشان اقتلك. كنت هتقولها ولا لا؟ انت رهيب، انا عايزك واقسم بالله ما اخد باله. هو مش واخد باله هو عمل ايه دلوقتي؟ ده بينزل بالمقام يهديه شبه الشيخ عبد الباقي. يعني بينزل. انت خلي بالك هتبقى قارئ رهيب بس مصري مش سعودي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ ناس قاعدة مستنيانا بقالهم كام ساعة؟ أهلا وسهلا بيه. بقالكم كام ساعة مستنينا؟ كتير قوي. طالعين من بيتنا الساعة 4 الصبح. 4 ايه؟ الصبح والله العظيم. 4 الفجر؟ والله العظيم. طالعين من بيتكم الساعة 4 الفجر؟ والله. نهار أبيض. استرها علينا يا رب. أنتوا منين أصلا؟ من دمياط. من دمياط؟ جايين القاهرة. أيوه. عشان خاطر تصوروا. أيوه. يا جدعان أنا مش عارف أقول إيه. انا والله العظيم ما عارف اقول ايه. انا نفسي اعمل عربيه فوق دماغي واشيل الناس دي فوقية. مش عارف اعمل ايه والله. يلا بينا معلم. تستاهل جيت امك ديت ولا لا؟ انا عايز اسالك السؤال ده بس. تستاهل؟ هنسمع صوتك دلوقتي. انا بتحفظ قران؟ تمام. هتطلع شاب زي الفل. تمام. حافظ حامل لكتاب الله. يعني اخلاق القران الكريم لازم تكون مأثره عليك. وانت ما شاء الله عليك ربنا يبارك فيك يا رب في احتشامك وادبك. يلا بينا يا عم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عزت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صارقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مترف كذاب. هات راسك ابوسها. هات راسك ابوسها. انت تستاهل جيت امك فعلا. تستاهل تعبها ده. الله ينور عليك. انت بكيت يا ابني؟ ربنا يبارك فيك يا ابني. ربنا يبارك فيك يا ابني. حقيقي يا جدعان فعلا يستاهل ان هو يطلع الساعه 4 الفجر. يستاهل ان هو 8 ساعات. انا كنت خايف ان هو ما يستاهلش. صوته جميل واحساسه فوق الجمال. هو دي الشباب بتاعنا. احنا كده لما بقابل شاب زي ده انا ما اخافش عليه يا جدعان. هتقلد لنا مين بس الاول دلوقتي؟ ياسر الدوسري. ياسر الدوسري. يعني ياسر الدوسري انا عايز قلبي يعمل كده. سمعنا بقى يا محمد. يلا توكل على الله. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد فنفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاء كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن عليك يا محمد. اللهم بارك يا ابني عليك والله. انت في سنة كام يا محمد؟ عندك كام سنة؟ عندك كام سنة؟ 10 سنين. 10 سنين بالجمال ده
انت حافظ لحد سوره ايه مثلا او ايه او حافظ لحد سوره مريم. سوره مريم انت في ازهر؟ اللهم بارك يا رب، اللهم بارك يا رب. بصوت جميل جدا، صوت مختلف، يعني الجمال في صوته ان هو مختلف عن كل اللي طالع معانا. ربنا يبارك فيك يا ابني. هتسمعنا حاجه تاني للشيخ ياسر الدوسري؟ انشوده بقى، انشوده. ولا سمعنا حاجه في ايات تانية حافظها للشيوخ مثلا او حاجه؟ عبد الباسط. الشيخ عبد الباسط يا ولد، ده مش اي شيخ يا ولد، احترم نفسك يا ولد حبيبي يا محمد. اسمه الشيخ عبد الباسط. يلا سمعنا حاجه للشيخ عبد الباسط. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الله 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 الله. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق. الله. قول يا ابني. النجم الساقر إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. صدق الله العظيم. ايه يا ابني ده يا ابني، انت كنت عايز تروح تقول انشوده والسيب ده؟ انت كنت بتقول لي اروح اقول انشوده والسيب ده؟ انت معجزه المعجزات يا ابني. ايه الجمال ده يالا؟ انت مش واخد بالك ولا ايه؟ حد واخد باله يا جدعان؟ انا بقول له طب ايه يعني، بقول لي عبد الباسط، بقول له طب اسم الشيخ عبد الباسط يا ابني، قلت بس هقول ايه بصوت، قال لك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ايه يابا؟ ايه يا حاج؟ انت كنتش هتقولها؟ قول لي اللي انت كنتش هتقولها عشان اقتلك. كنت هتقولها ولا لا؟ انت رهيب، انا عايزك اقسم بالله ما اخد باله. هو مش واخد باله هو عامل ايه دلوقتي؟ ده بينزل بالمقام يهديه شبه الشيخ عبد الباسط يعني بينزل. انت خلي بالك هتبقى قارئ رهيب بس مصري مش سعودي.